حاسس بإضاءة كده، حاسس ب جماعة لايك، يا جماعة لايك وسبسكرايب، يا جماعة ايه رأيكم في الباك جراوند الجديدة؟ يا جماعة واهلا بيكم في الباك جراوند الجديدة، اهلا بيكم يا جماعة، ان صوتي بقى احسن. هو انا كنت تعبان؟ لا يعني غير هناك، كنا هناك جنب الشباك، دلوقتي احنا ما بقيناش باك جنب الشباك. اهلا بيكم في فيديو جديد، ونرجع تاني نقول سما الكوميات وجيمنج. النهاردة يا جماعة فكرة فيديو جديدة، ايوه فكرة فيديو جديد جماعة. انا نفسي اعمل الفيديو ده من زمان، والمصحف نفسي اعمله من زمان، ومش عارف اعمله ولا لا اصلا. يا جماعه النهارده هحكي لكم على الراوتر الجميل بتاعي. ايوه الراوتر الجميل بتاعي. طب انت هتحكي ايه على الراوتر؟ الراوتر والسيت اب، يا نهار اسويح، ده فيهم الاتنين حاجه كده حظ. لا بصوا يا جماعه بجد هحكي لكم من البدايه. انا دخلت الراوتر من كام سنه، من 3 سنين تقريبا او سنتين، مش فاكر والله من كام سنه. بس المهم اللي هاد اول ما عاملين ايه، ما تشتركوا معانا انتوا لسه مشتركتوش، وحط لنا لايك تمام. بس كده يا جماعه دخلت الراوتر من مده زمان جدا، وحرفيا انا كان عندي كميه فرحه رهيبه. انا ما انا دلوقتي عندي كام سنه، 13 سنه. انا دخلته تقريبا وانا عندي 9 سنين 10 سنين. اليوم اللي دخلت في الراوتر ده كان احلى يوم في حياتي، حرفيا ده احلى يوم في حياتي، يعني من الايام الحلوه اللي في حياتي. فاول ما دخلت الراوتر ايه بقى، كان في واحد صاحبي مكلمني قال لي ده زمان خالص، يعني صاحبي ده ما اعرفوش الصراحه، ولا سبته اصلا، يعني هو حصل كده حاجه، فيعني انا ما اعرفوش تمام، هو ما يعرفش قناتي تمام تمام. فانا هو كان قايل لي احنا كنا اصحاب بقى كده سبته، فاحنا وايه لسه. فالمهم اللي واحد صاحبي كان قايل لي ايه ده انت على ماينكرافت، ايه ده انت انا بلعب ماينكرافت، قلت له انا كمان وكده. فاحنا بنتكلم عن ماينكرافت، قلت له طب انا عايزه انزل مودات او اشتري، يعني اعمل ازاي الحوار ده؟ قال لي ايه ده انت مش عارف اللي في برنامج كذا بيعمل كذا فبينزل مودات. فقلت له طب اديني اسم. قمت انا كان معايا يعني انا بنزله، انا بعتمد على باقتي، يعني انت نزل من باقتك يا باشا، يعني عارف انت لما تشحن الباقه وتنزل، هنزل حلقه واحده من اليوتيوب ولعبه واحده بس من البلاي ستور بس كده، مش هنزل حاجه تانية. فالحوار اللي هو كان شبه كده، احنا كنا بنعمل كده لغايه اليوم اللي دخلنا في الراوتر. انا اليوم ده انا ما سبتش قلت البرنامج هو طب عامل ايه، طب ازاي انا خلاص ركبت الراوتر، اقول لي انزل ايه واعمل ازاي. حرفيا هو يعني الصراحه فادني جدا جدا جدا، ويعني انا مش عارفه اشكره ولا شكرا صراحه، شكرا تمام. فالمهم اللي انا نزلت البرنامج وبقيت اتعلم مودات وبقيت حاجات حلوه قوي في ماينكرافت الصراحه، يعني انا مولود مع ماينكرافت الصراحه، يعني ما هي هي في 2010 وانا في 2010. بصوا يا جماعه، فالمهم يا جماعه اللي احنا بتاع ده حوار ايه، اللي انا دخلت الراوتر خلاص، انا نزلت مودات وجربت المودات، والمودات اشتغلت واللي كنت عايزه اتحقق. فحرفيا يعني كده من ايام الحلوه اللي في حياتي الصراحه يعني. فالحوار كان حلو وكده. فانا لما دخلت الراوتر، يعني انا رحت يعني بيوت ناس وشفت راوتر وجربت وعملت وقعدت في كافيهات ولقيت راوتر، لكن عارفين كنت عايز يعني كده مش بيفهم قوي، يعني ما كنتش بدات اصلا تيك توك ولا بدات محتوى ولا بدات اي حاجه. المهم اللي احنا يعني الراوتر ده تمام، اول ما دخلناه فاحنا قعد معانا يوم الصراحه، احنا الصراحه اتظبطنا، يعني اتظبطنا اتفرجنا على كل الحاجات اللي احنا كنا بنحبها، ما سبناش. وعارف انت يا لهوي ده انت ارتحت من كافيهات وباقه وفلوس باقه، يعني يا لهوي الحوار جامد. انت بقى عندك يعني عارف انت راوتر، يا ده حل لي ازمات كتير قوي. فراوتر ايه، انا لما دخلته انا كان معايا مش عارف، كان ما كانش معايا الموبايل ده، كان معايا موبايل تاني، كان معايا بس انا عايزه اوريكم انا اول موبايل مسكته كان عامل ازاي. انا لسه والله محتفظ بيه، لان اول موبايل مسكته ده كان سامسونج. انا يعني صراحه مسكت سامسونج ولسه معايا سامسونج، بس مش هو تمام. تعالوا اوريكم انا اول موبايل مسكته كان عامل ازاي. بص انا جبت الموبايل، والموبايل اهو قدامي، انا عايزه اوريكم ده موبايلي تمام، ده موبايلي انا. بصوا الموبايل اهو جنب وشي، استنوا بصوا ده الموبايل جنب وشي، اوريكم اول موبايل مسكته كان عامل ازاي. انا جبت اجله، بس هو الصراحة هو شغال، يعني هو لسه شغال، بس اجيب اضرب فيه مش هيحصل حاجة. بصوا ده الموبايل جنب وشي، عارفين ده اول موبايل مسكته، تحسه ايفون بس هو دغدغ الصراحة. هتقولي يا دي سكرين، اقول لك لا دي الشاشة عادي. فيعني الصراحة هو واقع مني فقاعات كتير، وانا بقيت اضحي بيه، يعني ما بقاش فارق معايا. نهاري سويح ده وقع بجد، انا مش لاقيه. ثانية يا جماعة، يا نهاري سويح بطل.
مش عارفه هو حصل له حاجه ولا لا اصلا. بس الموبايل ايه متين. بصوا ده الموبايل من ورا يعني، ده عايز اعمله بالويسك يعني. عارفين الحاجات اللي هي مش عارف يا جماعه، بس خلاص ايه ركب ارمي بس كده يا جماعه. فكنا وقفنا عند فين؟ كان معايا موبايل، بس كان معايا موبايل سامسونج برضو والله العظيم. فالموبايل كان معايا كان سامسونج، بس كان يعني في الفئه الحديثه في وقتنا يعني، بس يعني ما كانش فيه في الحاجات الكبيره دي قوي تمام. فكان معانا موبايل قد كده يعني، هو الصراحه كان يعني سامسونج ما بيعلقش، ويعني هو ما كان بيعلق سيكا، لكن انت تعتمد عليه في تصوير، تعتمد عليه في العاب جامده، تعتمد عليه في سكرين ريكوردنج، لا عارفه لا. لغايه لما جالي الموبايل ده ليا من حد عزيز عليا طبعا، انا اشكره جدا جدا جدا، ف بقول له شكرا الصراحه. ف فيا جماعه المهم يعني اللي بتاع ده، فاول ما يعني احنا اول ما اشتركنا في الراوتر يعني وكده، انا بقيت استخدم الراوتر يعني. وعارف انت لما يعني حد من اهلي يجي لي او حد من صحابي وكده، بقينا نستخدم الراوتر يعني، بس معايا نت تعالى نلعب اونلاين، فبقينا كده في يعني في الوضع ده. فلغايه بقى ايه لما انا دخلت اوضتي، انا بقول ليه اوضتي دلوقتي، بقول استوديو، لكن زمان كنت بقول اوضتي لان هي ما كانتش عامله كده. اقول لكم كانت عامله ازاي، كانت عامله كده اهو بالظبط من غير اي اضاءه. نرجع تاني يا عم بجودتنا الاحلى عم. تمام، هي ما كانتش عامله كده تمام. فبص يا جماعه، فالحوار ايه، انا دخلت اوضتي وقاعد على النت تمام. انا ما كنتش اعرف تيك توك والله العظيم، تيك توك ما كنتش اعرف تمام، لغايه لما كنت قاعد بتفرج على اليوتيوب وده لغايه لما كنت قاعد على اليوتيوب ودخلت اتفرج في اوضتي تمام، قاعد على السرير ده. فبص ايه ده، هو النت ليه كده جاي لي 144 بي يا عم؟ ليه يا عم ده النت حلو يا عم، وخلص ولا ايه؟ اروح ليه ما خلاص؟ فسالت ماما في الموضوع ده وسالتها كده، قالت لي لا انت اوضتك بعيده عن الراوتر، معانا الراوتر في الصاله والله يعني. وبصوا بيجيلي، بص عشان ما تشالج، بس احنا اوضتين والراوتر في الصاله. الاوضه اللي الناحيه دي كده في اوضه جنبي دلوقتي، بيجيب الراوتر عند البلكونه ومش بيجي عندي، فانا هتشل ونموت. هتقولي طب انت ازاي بتلعب اونلاين في روبلوكس؟ لا بالعافيه، فيها بالعافيه بقربه على قد ما اقدر والمصر. فالمهم اللي هو ما كانش بيجيب لوقتي، حرفيا ما كانش بيجيب، لغايه لما ظبطنا الحوار وبقى يجيب، بس مش قوي يعني، عارف انت مش بيجيب قوي انت يعني، ما تعتمدش عليه لو انت بتعمل بجد والله العظيم، ما تعتمدش عليه. فانا عايزه يعني ان شاء الله يعني في المستقبل انا بنعمل نقله في الحوار ده تمام. ف ماشي، فاللي هو ايه يا جماعه يعني ازاي هو ايه تمام. لحد بقى ايه لما جالي الموبايل ده، فاول ما جالي الموبايل انا قعدت يعني اسطبه على مزاجي ونزل برنامج التيك توك لغايه اليوم اللي جالي في الموبايل. الليله دي انا مش ناسيها، الليله دي كانت بدايتي في التيك توك، كانت بدايتي حرفيا باول فيديو يعني. انا لو لقيت اول فيديو بوريه لكم كمان، حرفيا انا ابتديت اول فيديو فيه، والصراحه يخرب بيت خرب اول فيديو كان كرينج بمعنى الكلمه يعني حرفيا. لو انا مش لاقيه، انا عندي فيديوهات كتير قوي بس اهو. عارف انت بتستخدم اي فلتر كده؟ لا يوتيوب بليز نو كوبي رايت بليز. عارف انت بتستخدم اي فلتر كده ويا وتعمل اغنيه، والاغنيه اصلا يعني مش عارف. انا مش عارف، انا مش مقتنع انا عملت كده ازاي، ما اعرف. بس الصراحه الدخله حلوه قوي في يعني عندي في التيك يعني. انا لما دخلت في التيك توك ما كنتش متوقع اقسم بالله اللي اعمل استوديو. فاكرين فيديو قلت لكم على تيك توك دوروا قلبوا يا جماعه، لو استعدوا للاستوديو الجديد، وعشان حطيت الركنه دي ورق كده وطبعته كده ونزلت طبعته بخمسة جنيه، خلاص انا كده بقيت جامد روش عملت استوديو. فانا ما كنتش فاهم، انا كنت حرفيا بقلد يوتيوبرز، اي يوتيوبر تتفرج عليه قلده، اي حاجه تابعها اعملها، ايش اي حاجه اشتريها من امازون اشتريها، انا كنت ماشي بالقانون لحد ما فكرت افتح كونتنت على اليوتيوب وبس، دي بقت حياتي حرفيا يعني.
انا بقى ورايا حاجتين، امتحانات وتصوير، والاحلى التصوير والامتع. طب اكيد اكيد امتحانات مين يابا؟ يا جماعه احنا شكلنا نقف لحد هنا. فدي كانت القصه الصراحه، تمام؟ يعني دي قصتي مع الراوتر. طبعا يا جماعه ما تنسوش تشتركوا لو انتوا لسه ما اشتركتوش. وعايزه اقول لكم حاجه مهمه قوي، انا عملت سيرفر في سيرفر ايه قناه في تويتش، خشوا عليها عندي، يعني افضلوا قلبوا كده، خشوا على اباوت عندي في الشانل، وهتلاقوا عند اباوت خشوا على تويتش واعملوا لي هناك سبسكرايب او فولو يعني. وان شاء الله ان شاء الله استعد يوم 17 اول ستريم ليا الصراحه. مش عارف لو انتوا عايزين تقولوا لي لعبه ايه وانا هلعبها، بلاي ستيشن او موبايل، قولوا لي لعبه ايه وانا هلعبها، ماشي؟ فبجد والله العظيم او يوم 17 ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بالليل هيبقى فيه على الساعه، هقول لكم الساعه كام وقتها يعني، وبقول لكم قبلها باسبوع، وابتدى نفتح الستريم مع بعضينا، ماشي؟ وطبعا هبعمل حاجات مضحكه قوي في الستريم، ويعني اقول اسامي ناس ببرواو، فبعمل حاجات مضحكه، تمام؟ في الساعه كام احنا بقى لنا بنجيب سكت حلوين، ماشي؟ فبس كده مش هطول عليكم، يا رب يكون عجبكم الفيديو النهارده. لو عجبكم حط لايك، تشتركوا على القناه، بس اشوفكم الفيديو الجاي يا رايق، ومع السلامه.